السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ابو انس. النهاردة معانا موبايل جديد من شركة هونر، وهو الهونر 20 برو. ان شاء الله حفلة الموبايل والاعلان عن الموبايل هيبقى يوم 30/7 اللي جاي، وهيتم الاعلان عن سعر الموبايل، تم الاعلان عن الهونر 20 برو والهونر 20 والهونر 20 لايت. طبعا هينزلوا في 3 فئات سعرية مختلفة تماما. اول فئة معانا واول موبايل معانا وهو الهونر 20 برو. الهونر 20 برو تقريبا هينزل بسعر من 11000 ل 12000، لكن الهونر 20 بس هينزل من 7000 ل 8000، والهونر 20 لايت هينزل في حدود ال 4000 جنيه. ودي طبعا الاسعار كلها دي تقريبيا لسه ما اعلنوش عنها رسميا، ان شاء الله يعلنوا عنها رسميا في حفلة يوم 30/7. فالموبايل هنتكلم عليه النهاردة وهو الهونر 20 برو. يلا بينا نبدأ الفيديو ونتكلم عن امكانيات الموبايل. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ياريت تتأكد انك عامل اشتراك في القناة وانك مفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد ينزل على القناة اول باول. وياريت يا جماعة تعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك دوت اليوتيوب بيعتمد عليه في نشر الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. اولا التصميم، فالموبايل جاي بظهر من الازاز مع اطار من المعدن علشان الموبايل يكون اقوى واكتر متانة من اي موبايل تاني، وجاي كمان بشاشة من نوع IPS LCD علشان تقلل التكلفة، وجاي بحجم شاشة 6.26 بوصة بدقة Full HD Plus. وطبعا التليفون جاي بدون نوتش تماما، وجاي بثقب صغير جدا في الشاشة من فوق، وده كمان الثقب ده بتاع الكاميرا الامامية. والجميل هنا في الموبايل ان الموبايل جاي بمعالج كيرين 980 بتقنية 7 نانومتر ثماني النواة مع معالج رسومي مالي جي 76 MB10، وجاي كمان بتكنولوجيا الجي بي يو تيربو 3.0 علشان خاطر يكون افضل في الالعاب وافضل في الجرافيك. الهونر 20 برو يا جماعه جاي باربع كاميرات خلفيه. اول كاميرا معانا وهي بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.4 ومستشعر سوني IMX586، والتانية بدقة 16 ميجا بكسل، ودي عشان خاطر بتصور بزاوية واسعة لغاية 117 درجة بفتحة عدسة f2.2، والتالتة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4 للتقارب البصري لغاية 3x، والرابعة 2 ميجا بكسل للتصوير الأشياء الصغيرة جدا أو تصوير الأجسام القريبة جدا عن الكاميرا بفتحة عدسة f2.4. اما الكاميرا الامامية، فالموبايل جاي بكاميرا بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0. نيجي نتكلم عن نظام التشغيل، فالموبايل نازل بنظام تشغيل اندرويد باي مع واجهة هونر ماجيك 2.1، ونازل كمان برامات 8 جيجا وذاكرة 256. الموبايل بيدعم 2 شريحة لكن ملوش مكان للكارت الميموري. طبعا الشركة اعتمدت ان ذاكرة الموبايل كبيرة كفاية جدا، فمش هيحتاج اي عميل او اي مستخدم اللي هو يحط كارت ميموري، لكن دي طبعا بتفرق مع ناس كتير. في ناس كتير جدا بتبقى حابة ان هي تحط الكارت الميموري مش تعتمد اعتماد كلي على الذاكرة الداخلية. ومع المعالج القوي اللي موجود في الموبايل، الى ان الموبايل نازل ببطارية بسعة 4000 ملي امبير غير قابلة للازالة، وكمان بيشحن شحن سريع بقوة 22 واط بمدخل تايب سي مش USB. فالموبايل بيشحن شحن سريع جدا، يعني ممكن البطارية تتشحن 50% في خلال 30 دقيقة، يعني نص ساعة. والجميل هنا ان البصمة مدمجة في زرار الباور، يعني مفيش بصمة تحت الشاشة ومفيش بصمة في ظهر التليفون، لكن البصمة اللي معانا النهاردة زي اللي كانت موجودة في الجي 6 بلس، فهي منزلة نفس الموضوع كده، البصمة مدمجة في زرار الباور، ودي طبعا يعتبر حاجة جديدة بالنسبة لشركة هونر. نيجي نتكلم عن المميزات والعيوب اللي في الموبايل. اولا المميزات، اول ميزة في الموبايل طبعا هي الكاميرات، هتديك تجربة مع الكاميرات كويسة جدا. تاني حاجة ممكن تقابلها وهي الرامات والذاكرة الداخلية، هو مديك رامات 8 جيجا مع ذاكرة 256، فدي طبعا حاجة كويسة برضو. تالت حاجة المعالج القوي اللي منزلها شركة هونر وهو الكيرين 980، ودي برضو هتديك تجربة كويسة جدا مع الالعاب ومع الجرافيك. رابع حاجة من المميزات وطبعا البطارية الكبيرة مع قوة الشحن او قوة الشحن السريع اللي في الموبايل هو ال 22 واط، فدي طبعا هتعتبر برضو ميزة من مميزات الموبايل. نيجي بقى للعيوب، ودي طبعا اللي بتزعل ناس كتير. اول عيب ممكن تقابله ان التليفون معلوش طبقة حماية اصلا، فدي طبعا هيبقى التليفون معرض اكتر للكسر. تاني حاجة ان الكاميرات فيها بروز كبير جدا عن جسم الموبايل، فدي طبعا هتبقى معرضة اكتر للتجريح. تالت عيب معانا وان التليفون مفهوش
مدخل 3.5 مليمتر وهو بتاع السماعات او الهيدفون جاك. ورابع حاجة ودي اخيرا اللي هو مفيش مكان للكارت الميموري زي ما احنا قلنا في الفيديو. كده بقى انا عرضت المميزات والعيوب، وان شاء الله يوم 30/7 باذن الله اول ما يتعلن عن سعر الموبايل ان شاء الله نعمل فيديو تاني مراجعة كاملة للتليفون. فياريت تتأكد انك عامل اشتراك ومفعل زر الجرس عشان لما يجي ينزل اي فيديو تاني ان شاء الله تكون انت من اوائل الناس اللي بتفرج عليه. وما تنساش طبعا تدعم القناة باللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.